بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنبدأ كده سلسلة شروحات بصوت والصورة. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على إزاي نقرأ رسمة باور وكنترول خاصة بمكنة. هنقرأ بس النهاردة النقاط الأساسية اللي ممكن تخلينا نتعامل مع أي رسمة كنترول أو باور خاصة بالمكنة. دي مثلا كده دايرة باور وكنترول خاصة بمكنة، أدي ال L1 L2 L3 وأدي النيوترال وأدي الأرضي، طالعين على سيركت بريكر، طالعين على الروزيتا، والتلات خطوط ماشيين معانا. طالعين دي ارقام، ايه هي بقى الارقام ديت وافهم منها ايه؟ في ارقام فوق الخط وفي ارقام قدام الخط. الرقم اللي هو فوق الخط دوت يعتبر المسمى بتاع الخط. انا عندي تلات خطوط، كل خط منهم ليه مسمى. الخط الاولاني MOD1L1، الخط الثاني MOD1L2، الخط الثالث MOD1L3. طيب في سهم كده طالع لي لبره، في سهم لبره طالع على ارقام 3A1. السهم دوت بيقول لي ان الخط دوت مكمل رايح في حته تانيه، يعني الباور دوت رايح هيغذي حاجات تانيه. هيغذي الحاجات التانيه فين بقى؟ اللي هي 3. 3 ديت اللي تعتبر رقم الصفحه. لو نزلنا تحت كده هنلاقي ديت مثلا صفحه رقم 2 ودي صفحة رقم 3. يبقى اذا لما اجي اوصل لرقم الصفحة بوصل لها من الجزئية اللي تحت ديت. بعدين هنخش على الاي دوت اللي هو يعتبر الرمز الرأسي. ادي الاي وادي البي وادي السي وادي دي وادي اي وادي اف. وبعدين واحد دوت اللي هو بيرمز لي بالرمز الافقي. ادي 8 وادي 7 وادي 6 وادي 5 و4 3 2 1. يبقى اذا بقى لما عاوز اوصل لتكمله الخط دوت هروح لصفحه رقم 3 A1. المهم بالنسبه لي اسم الخط ايه؟ MOD1L1. يبقى اذا دي صفحه رقم 2، يبقى هو مش هنا، يبقى اخش على صفحه رقم 3. صفحه رقم 3 وادي الاي، هروح عند الواحد، ادي واحد اهو وادي الاي. يبقى اذا الرقم اللي انا اوصل له اللي هو MOD1L1 موجود في الجزئيه ديت، في الجزئية دي. يبقى اذا الخط ايه؟ الخط هو دوت. احنا عندنا دلوقتي ثلاث خطوط، الخط اللي انا عايز اوصل له اللي هو MOD1L1 اللي هو اول خط. الرقم اللي قبليه دوت اللي هو الرقم الخاص بالصفحة اللي احنا كنا فيها. احنا كنا في صفحة رقم 2 A8. ايه طبعا دوت اللي هو خاص بالرمز الرأسي، والتمانية اللي هو خاص بالرقم الافقي. طيب نخش على مثلا الكنترول. كنترول مثلا ان هو نازل لي على سيركت بريكر، نازل لي على ترانسفورمر، كل دوت بالنسبه لنا مش مشكله. المهم عندي ازاي اقرا رسمه. وبعدين داخل على طبعا سيركت بريكر ان هو، وطالع على روزيتات، ومن روزيتات طالع على ارقام. نفس الموضوع اللي احنا قلناه في الباور هو نفس الكنترول. عندنا مثلا دوت في لاين مثلا ام او دي 1 سي 1 اللي هو اللاين الثاني دوت رايح لصفحه رقم 7، الرمز الرأسي اللي هو ايه؟ الرمز الافقي اللي هو 1. يبقى ننزل لصفحة رقم 7، 4 5 6 7 وادي ايه؟ نروح عند الواحد بقى، ادي الواحد. يبقى اذا الرمز في الجزئية ديت. انا عندي هنا في خطين، في MOD1A1 وعندي MOD1C1. الرقم اسم الخط اللي انا كنت فيه اللي انا ببحث عنه اللي هو MOD1C1، وهي دي اهميه اسماء الخطوط. ان انا ممكن اجي للمكان اللي انا ببحث عنه الاقي فيه خطين او ثلاث خطوط قدامي، فاذا من مسمى بتاع الخط انا ممكن اوصل للخط بكل سهوله. مثلا ادي عندي ديت كارته، الكارته ديت اسمها B01. الكارته ديت مثلا سي لو مش متغذيه مثلا بالنسبه لي في الدايره، او مش وصل لها ال 24 فولت بتوعها، ال 24 فولت اي سي، ممكن يكون التيرمينال دوت فيه مشكله، ممكن تكون الروزيتا ديت فيها مشكله. او نرجع بقى لللاين الرئيسي، ممكن تكون الروزيتا ديت فيها مشكلة، ممكن تكون السيركت بريكر دوت فيه مشكلة، ممكن يكون الترانسفورمر فيه مشكلة، أو ممكن يكون السيركت بريكر مش متغذي أو مش واصل له كهرباء أو فاتح معايا السكة.
يبقى اذا الرموز اللي هي قدام الخطوط وفوق الخطوط دي بالنسبه لنا مهمه جدا، ان انا ممكن عن طريقها اقدر ان انا اسهل لنفسي اي رسمه. وبكده اتمنى الموضوع ان شاء الله يكون سهل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنبدا كده سلسله شروحات بالصوت والصوره. هنتكلم ان شاء الله النهارده على ازاي نقرا رسمه باور وكنترول خاصه بمكنه. هنقرا بس النهارده النقاط الاساسيه اللي ممكن تخلينا نتعامل مع اي رسمه كنترول او باور خاصه بالمكنه. دي مثلا كده دايره باور وكنترول خاصه بمكنه، ادي ال L1 L2 L3 وادي النيوترال وادي الارضي، طالعين على سيركت بريكر، طالعين على الروزيتا، والثلاث خطوط ماشيين معانا. طالعين دي ارقام، ايه هي بقى الارقام ديت وافهم منها ايه؟ في ارقام فوق الخط وفي ارقام قدام الخط. الرقم اللي هو فوق الخط دوت يعتبر المسمى بتاع الخط. انا عندي ثلاث خطوط، كل خط منهم ليه مسمى. الخط الاولاني ام او دي 1 ال 1، الخط الثاني ام او دي 1 ال 2، الخط الثالث ام او دي 1 ال 3. طيب في سهم كده طالع لي لبره، في سهم لبره طالع على ارقام 3 اي 1. السهم دوت بيقول لي ان الخط دوت مكمل رايح في حته تانية، يعني الباور دوت رايح هيغذي حاجات تانية. هيغذي الحاجات التانية فين بقى؟ اللي هي التلاتة. التلاتة ديت اللي تعتبر رقم الصفحة. لو نزلنا تحت كده هنلاقي ديت مثلا صفحة رقم 2 ودي صفحة رقم 3. يبقى اذا لما اجي اوصل لرقم الصفحة بوصل لها من الجزئية اللي تحت ديت. بعدين هنخش على الاي. الاي دوت اللي هو يعتبر الرمز الرأسي. ادي الاي وادي البي وادي السي وادي دي وادي اي وادي اف. وبعدين واحد، واحد دوت اللي هو بيرمز لي بالرمز الافقي. ادي 8 وادي 7 وادي 6 وادي 5 و4 3 2 1. يبقى اذا بقى لما عاوز اوصل لتكمله الخط دوت هروح لصفحه رقم 3 اي 1. المهم بالنسبه لي اسم الخط ايه؟ ام او دي 1 ال 1. يبقى اذا دي صفحه رقم 2، يبقى هو مش هنا، يبقى اخش على صفحه رقم 3. صفحه رقم 3 وادي الاي، هروح عند الواحد، ادي واحد اهو وادي الايه. يبقى اذا الرقم اللي انا اوصل له اللي هو ام او دي 1 ال 1 موجود في الجزئيه ديت، في الجزئيه دي. يبقى اذا الخط ايه؟ الخط هو دوت. احنا عندنا دوت في ثلاث خطوط. الخط اللي انا عايز اوصل له اللي هو ام او دي 1 ال 1 اللي هو اول خط. الرقم اللي قبليه دوت اللي هو الرقم الخاص بالصفحه اللي احنا كنا فيها. احنا كنا في صفحه رقم 2 ايه 8 ايه. طبعا دوت اللي هو خاص بالرمز الرأسي، والتمانية اللي هو خاص بالرقم الافقي. طيب نخش على مثلا الكنترول. كنترول مثلا ان هو نزل لي على سيركت بريكر، نزل لي على ترانسفورمر، كل دوت بالنسبه لنا مش مشكله. المهم عندي ازاي اقرا رسمه. وبعدين داخل على طبعا سيركت بريكر ان هو، وطالع على روزيتات، ومروزيتات طالع على ارقام. نفس الموضوع اللي احنا قلناه في الباور هو نفس الكنترول. عندنا مثلا دوت في لاين مثلا ام او دي 1 سي 1 اللي هو اللاين الثاني دوت رايح لصفحه رقم 7. الرمز الرأسي اللي هو ايه؟ الرمز الافقي اللي هو 1. يبقى ننزل لصفحه رقم 7 4 5 6 7 وادي ايه؟ نروح عند الواحد بقى، ادي الواحد. يبقى اذا الرمز في الجزئيه ديت. انا عندي هنا في خطين، في ام او دي 1 اي 1 وعندي ام او دي 1 سي 1. الرقم اسم الخط اللي انا كنت فيه اللي انا ببحث عنه اللي هو ام او دي 1 سي 1. وهي دي اهميه اسماء الخطوط، ان انا ممكن اجي للمكان اللي انا ببحث عنه الاقي فيه خطين او ثلاث خطوط قدامي. فاذا من مسمى بتاع الخط انا ممكن اوصل للخط بكل سهوله. مثلا ادي عندي ديت كارتة، الكارتة ديت اسمها بي 01. الكارتة ديت مثلا سي لو مش متغذية مثلا بالنسبة لي في الدايرة، او مش وصل لها ال 24 فولت بتوعها، ال 24 فولت اي سي، ممكن يكون التيرمينال دوت فيه مشكلة، ممكن تكون الروزيتا ديت فيها مشكلة. او نرجع بقى لللاين الرئيسي، ممكن تكون الروزيتا ديت فيها مشكلة،
ممكن تكون السيركت بريكر دوت فيه مشكلة، ممكن يكون الترانسفورمر فيه مشكلة، او ممكن يكون السيركت بريكر مش متغذي او مش واصل له كهرباء او فاتح معايا السكة. يبقى اذا الرموز اللي هي قدام الخطوط وفوق الخطوط دي بالنسبة لنا مهمة جدا، ان انا ممكن عن طريقها اقدر ان انا اسهل لنفسي اي رسمة. وبكده اتمنى الموضوع ان شاء الله يكون سهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.